طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام. التعديلات التي رفعتها وزارة الإعلام على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع أثارت ردودا سياسية ونيابية وإعلامية وشعبية رافضة لمثل هذه الإجراءات التي تكمم الأفواه وتخنق الحريات وتنسف مواد الحريات الموجودة في الدستور على حد اعتبار البعض. إذن هذا الموضوع وتداعياته محور نقاشنا الليلة مع ضيفينا في الاستديو، رئيس تحرير جريدة القبس السيد وليد النصف والسيد عبد اللطيف، حياك الله معنا اليوم، وأيضا الخبير الدستوري السيد محمد الفيلي. دكتور حياك الله. يا اهلا وسهلا فيك. اذا مشاهدينا الكرام، قبل ان ابدا نقاشي مع ضيفين نشاهد هذا اللقاء المختصر مع رئيس تحرير جريده السياسه السيد احمد الجار الله، ومن ثم نعود لكم. ما ممكن انت تجي تسوي قانون مثل القانون اللي هم يفكرون فيه الان، تلزم القاضي بعقوبات عالية مش موجودة حتى في قوانين العالم كلها، تلزم القاضي بالسجن، تلزم القاضي، يعني أنت اليوم كأنك تسوي حالة طوارئ في البلد، هذه مي مقبولة من مؤسسات المجتمع المدني ولا مقبولة من الناس اللي تعودوا على حرية الرأي وحرية كل هذا الجو، بالحرية السائدة وبالغث اللي موجود. إذا ما وجدت حكومة قوية ما هم بحاجة إلى تعديل القانون. الحكومة ما كانت بحاجة إلى مثل القانون. القانون الحالي في فرص أنها يعني تعمل رقابة كاملة على أي خطوط مش مرتاح لها. يعني القانون الحالي كان جيد، وبالعكس هو قاسي في حالات كثيرة، لكن الحكومة كل ما يعني تنفعل أمام اضطرابات معينة أو أمام أي لغو يحصل في المجتمع الكويتي نلاقيها تصدر قوانين. الحكومة كان عندها بما يسمى اللوائح التنفيذية، كان ممكن تختار من يعني البروسيجر يكون أو الإجراءات تكون مصعبة شوية، بحيث أن ما كل واحد ممكن يمتلك جريدة يمتلك إلا بشروط. الشروط الحالية مع الأسف سهلة، يعني أي واحد يقدر يروح وزارة الإعلام يفتح الفضائية. وبعدين أنت اليوم إذا بتحارب الفضائيات أو بتحارب حتى الصحف يروح يصدر لك برا، يعني حتى تلاقي يوم الأيام إذا بهالقانون هذا معناتها بتسكر كل الفضائيات في يوم الأيام، كل يوم بتسكر بتسجن صحفيين وبتسكر أصحاب الرأي وبتسوي عليه غرامات على صحف ومؤسسات كبيرة. في شيء خطير أيضا بقانون المرئي يمكن وقانون الصحافة، أنه مربوط بقانون الجزاء. يعني اليوم إذا الحكومة ما قدرت توديك جناية في بعض الأشياء تروح تقول أمن دولة، تحيلك على المادة 15 ضمن قانون الجزاء، أمن دولة، وهذه تصل إلى درجة التجسس والإخلال بالوطن. نكتب عن مساحيق الجمال ونكتب عن الدول السياحية ونكتب عن كازينوهات القمار في دول ثانية، هذا اللي راح شو اللي بنكتب. أعتقد ما لا هذا القانون انفعالي ولا مبرر له وما أعتقد يمشي. إذن شاهدنا هذا اللقاء المختصر مع رئيس تحرير جريدة سياسة سيد أحمد الجار الله. أعود إلى الآن إلى ضيفي في الاستديو، أبدأ معك أستاذ عبد اللطيف. التعديلات الحكومية التي تنوي الحكومة تعديلها على قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات وصفها البعض بأنها تعديلات قمع الحريات، من وجهة نظرك أنت كيف تنظر إلى هذه التعديلات؟ يعني ما في شك الإعلام الحر مثل ما يقول مصطفى أمين، يعني هو مثل الفانوس أو مثل الضوء أو مثل النور، يهتدون فيه الحكام والوزراء
الصحافة الحرة هي مرآة للشارع للوضع الحالي. نعم. شوف أنا أعتقد إنه القانون الحالي راح ينتج عن لحظة غضب، راح ينتج عن ردة فعل. ردة الفعل يعني دائما يكون فيها الإنسان في أدنى مستويات البصيرة. التفكير المنطقي. التفكير المنطقي. فيعني ردود الفعل ما تصير مع الدول، تصير مع الأفراد، أما مع القانون ما تصير. أصل القانون الحالي اللي إحنا راضين عنه. نعم. صار له سنتين بس. الأخ الأستاذ محمد يعرف القوانين بالعشرات السنين مش سنتين. نعم. وطبق. وفي في وفي دعاوي مرفوعة، إحنا بالقبس عندنا يمكن 50 دعوة، كذلك الوطن والجرائد الأخرى. ففي مجال التطبيق ما يش القانون، في أحد المطبوعات يعني حكم عليها ب50,000 و100,000 و150,000. نعم. فهالقانون يعني القانون ما يش فيه الآن. الخلل اللي قاعد يصير مش بالقانون، في عدم تطبيق القانون. شوف خلنا نقول، هل ترى تقاعس من قبل وزارة الإعلام في تطبيق القانون؟ طبعا تقاعس من الحكومة من هذا. بس خليني أقول لك شيء، هي شوف الخوف. نعم. إنه يعني إنه هذا القانون جه نتيجة مشكلة عابرة، يعني مشكلة دائمة عابرة يمكن تخلص. شوف أنا أعتقد إنه اللي صار الموضوع هو قضية الأخ جويهل، محمد جويهل. أي. نعم. شوف جويهل بدأ مناظرته أو بدأ فكرته بغض النظر عن أيدها وعارضها. نعم. بدأ ب14. تدري متى اشتكوا عليه على النيابة؟ ب22/12، شهرين جويهل يردح ولا حد يعارضه، وهذا وجهة نظر، ويردون عليه ما طبق القانون، طبقوه ب22/12 لما صارت التجمع بالديوانية. أعتقد أن الأخ مسلم إذا حتى تطبيق القرار على الجوال كان رد فعل، رد فعل لما طعوا بالشارع بصورة غير قانونية. فمش القانون الحالي، هو عملية تطبيق القانون. في إنجلترا ترى في بعض. نعم. الدول ما في قانون. نعم. القاضي عنده يمكن الآن تطبيق القانون أو الأحكام، وهذا الأستاذ محمد يتكلم، يعني ثقافة التعويض مش موجودة في القضاء أو في الكويت، والقاضي بالكويت يقدر يحكم على أكثر، لكن أخيرا هالثقافة ثقافة التعويض على الناس بدأت ترتفع، وبدأ نشوف العقوبات في القانون الحالي مشت من 10 إلى 50 وصلت إلى 150. نعم. راح أستمر معك في الحديث أستاذ عبد اللطيف. دكتور أنت الآن يعني من الناحية القانونية، هل ترى أن هذه التعديلات هي نتاج للتشريع عند الانفعال؟ يا سيدي بالتأكيد نحن أمام رد فعل، وهذا أسوأ ما يمكن أن يقع به من يصنع تشريع. نعم. التشريع قواعد لضبط السلوك الإنساني، كي أضع هذه القواعد يجب أن أضعها وضع دراسة جدوى قانونية. اليوم في توجه في كثير من الدول إلى إعداد دراسة جدوى قانونية عند وضع قانون أو عند تعديل قانون، حتى لا نأتي إلى التعديل المنفعل أو التعديل بدون حساب آثار. هذه مسألة يجب الوقوف عندها. مسألة ثانية أكاد أجدها أخطر، وهي استخدام التعديل التشريعي لتبرير